مرحبا يا بنات. مرحبا. شو عم تعملوا؟ عم ندرس. شطورين، برافو عليكم. انا هلا بدي اروح على الدكتور، بدي اغيب ساعه زمن. اوكي بدي اياكم تدرسوا وتخلصوا دروسكم، وبس خلصوا دروسكم العبوا واعملوا بدكم اياه. اوكي بنا ديري بالك على تيا. اوكي ماما. يلا باي باي. خليني اصور سيلفي عشان انزلهم على الانستا. واو حلو. بنا حلي لي والدي. ما تحليه انت يا تيا. مش ماما قالت انه دير بالك علي؟ قالت ديري بالك، بس هذا واجبك يعني لازم انت تحليه. لا خذي. لا تعبت عليك. لا يا تيا ماما حرام عليكي. حلي الواجب. يا الله منك. انا رايحه على الحمام، بدك تحلي لي، بدي ارجع الاقيكي مخلصه بكل الواجب. اخيرا دي خلصته، بدي اروح احضر اشي كرتون. هات الريموت. لا انا اخذته اول. لا صار دورك. يا الله ليش هيك بتسوي فيا؟ يا الله. خليني اشوف تليفوني. بدي اخذ سيلفي عشان احط على انستغرام. سيلفي كتير حلوة راح اسويها. راح اسويها حلوة وشوفوني الناس بأسحاها. خليني انام شوي، كتير تعبت اليوم. صورة بشعة تبعت اختي اصلا، مش دقينها. يا هاي صورتي بدي احطها على الجرام دي الحلو كثير، صورتها هذيك المرة. اليوم هاي جننتني، تخليها ترد علي كل شيء لانه انا اختي.
اختار بغيري بصير هيك تعاملني. والله احكي ماما كل شيء لما تجي بدني. جبت لك ماي بعدي من وجهي. شاي ماي جاي من وين؟ نلقى عليها بس انا اختها الصغيرة. لا تسلمي وهيك تقولي لها انه انا عملت فيك ايه. والله اضحك اذا قلتي لها هيك. لا والله ما بقولها. والله ما بقولها. يا رب قبل اجيبي شحاطي. اعطيني ريتشيك هذا الي. من وين جبتي عصفوره؟ روحي جيبي واحد ثاني الي. روحي جيبي واحد الك. انا عصفور جبته اول خلاص. لا ميتي ما تشربي منها. انت تجيبها. شكرا. باي. والله شكله حلو. بسم الله. ايه بتعمل فيا دي؟ شو عملت لها انا؟ حرام عليها. تمام. مالك بانا؟ مالك ليش تبكي؟ ماما خلتني احل واجباتها وزعلتني وخلتني اجيب لهم ماي واكلت لي اكلاتي وضربتني. لا عن جد؟ اه ماما والله. طيب استني شوي. خلص ما تبكي بانا خلص. تيا تيا اقعد هون اشوف. بانا هاي تيا قدامك. شو عملت فيك تيا وانا مش موجودة؟ ماما خلتني اعمل واجبات وصارت لعب التليفون اول ما رحتي واخذت الحرام وانا نايمة واخذت مني ريموت وكله ضايقتني وجعتني وضربتني وكثير عملت فيا. انتي هذا كله عملتيه تيا؟ لا ماما كذابة. وهي ماما هلا كمان شدت شعري. تيا انا هيك ربيتكم وهيك علمتكم. انا علمتكم تحبوا بعض وتعاملوا بعض منيح وحتى انا وصلت بانا عليكي. صح انتي اختها الصغيره بس مش معناته انه تتسلطي عليها. عمرك ما تعيديها تيا. اوكي صح كلامك ماما.